أنا بالعادة بتواجد بخلدة، فمرة من الأيام كان معي كاش بجيبتي، فمرأت على فرع البنك الأهلي، سألت الصبية تبعت الكاستمر سيرفيس إنه شو عندكم جوائز؟ حكت لي في عنا جوائز قشاني الأهلي، فشجعتني أفتح حساب إيدي والأولاد عشان نفوت على السحب. مرحبا الأخ جورج. تفضل. محمد موسى مدير عام البنك الأهلي. أهلين. جايين نبشرك بفلتك ماريا ربحت ربع مليون دينار وفلتك. الله يبارك فيك. ألف مبروك. ألف مبروك. كنت موجود بالبيت عم بستنى صديق، رن جرس البيت بفتح الباب واللي بتفاجئ مدير عام البنك الأهلي ببارك لي إني فزت مع حساب قشاني الأهلي بربع مليون دينار وفيلا بجرينلاند. أنا بشجع كل واحد يفتح حساب لأولاده بحساب توفير قشاني الأهلي، لأنه منه بيأمن مستقبل أولاده. الواحد بضرب عصفورين في حجر، بيوفر للمستقبل وممكن إذا كان نصيبه حلو كمان يربح جوائز من البنك الأهلي. بنحب نبلش سنة 2018 مع البنك الأهلي فيلا وربع مليون. البنك الأهلي الأردني، أنتم أهلي.